رمضانكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وتسمو بصحة البلدان. حبيت نشارك معكم في أول نهار سيدي رمضان بالدبلة التونسية اللي ما تخدانيش في ليالي سيدي رمضان. الشحور عندي 250 ملي ماء، عليهم رطل سكر وعن نص قارصة، نحطوهم يتيبوا لين يوصل 117 مغرات بالترمومتر، سينو بيديكم للي يولي عندنا خط كيما هكا. للعجينة عندي بيضة شوية عطرشين خلطهم، زيدوا عليه 200 غرام فارينة وربع مغرفة خميرة كاتو، 30 غرام زبدة وبتاع تكون باردة، شوية ملح، نلموا العجينة متاعنا، زد شوية ماء لين تلمت العجينة، نخليوها ترتاح مينيموم نص ساعة. من بعد نحلو بنشاء مليح مليح اللي تبدا العجينة رقيقة على الاخر، نحيو هيك الجناب ونحاولوا نقصوها اجود شوية في العرض متاعها باش تجيكم الكعبة اصغر شوية. والقليان انا هكا بالفرشيطة فما ديجا تولاو بيو دي سوبور، هوني خليهم يستقطروا، من بعديكا نحطوهم في شحور يكون دافي، نشحروهم مليح ومن بعد نزينوهم بشوية جلجلين ولا باللي تحبوا نتوما. انا زاد عملت كعبتها كيف فصدق وانتوما عليكم الاختيار كيفاش باش تزينوا. تمام، قالي كيفاش نقول لكم شهية طيبة وان شاء الله تجربوا الوصفة.